اليوم راح أعمل قراءة العلم لبرج الدلو. راح تكون القراءة عاطفية عن العمل وعن الصحة. لو سمحت إذا كنت جديد معنا في القناة اشترك، فعل الجرس ليوصلك كل جديد، وإذا عجبك الفيديو لا تنسوا اللايك. طيب إيه طلعت مقلوبة الفرق في بنتكل بس مقلوبة. شكلك انت يا برج الدلو بدك تطلع من الصمت، الاحتفاظ بشيء داخلك فترة طويلة انت بدك تخرج منه. انت طالع من الطاقة النارية، عندك شيء كنت محتفظ فيه لفترة طويلة وانت حابب تفصح فيه. احتمال انت حابب تفصح لمشاعرك للشخص هذا، او انت كنت محتفظ في هاي العلاقة وانت بدك تفكك منها، خلص بدك تطلع من هاي العلاقة. زي انت كنت تراقب هذا الشخص وانت بطلت تراقبه، بطلت مهتم للشخص هذا. انت حتى طاطا، يعني انت حتى شوفتك له مقلوب. انت شايف ان هذا الشخص لعبي، احتمال ضحك عليك في الماضي مثلا وخلاك تشوفه بصورة صحيحة من الامبريس، شفته شخص جدي وعملي وجميل مش عارفه، انا حاسه انه طالع من نفسك هذا الشخص، بس انت فايت تشوف انه شو وضعه. انت شايفه انه هو لا يصلح لك او مش مناسب لك، او شخص مثلا بحبش يجتهد ويشتغل، يكون معاه مثلا فلوس عمل. كمان انت شايفه طالع من زواج. الشخص هذا حاليا في مفترق طريق. الشخص هذا في شيء بيفكر فيه ضمن دائرة الزواج او ضمن دائرة علاقة ما هو فيها. الشخص هذا احتمال يكون مشغول في عمل على الانترنت، احتمال يكون هو مشهور، مع انه انت شايف انه هو لا مشهور ولا اشي، يعني انت اكتشفت فيه شيء غلط كذب عليك فيه. الشخص هذا شايف حاليا هو بيراقب فيك على فكرة، كتير متابعك، والشخص هذا مشغول في عمل بخص نوع من أنواع عمل مثلا طائفي، أو مثلا الشخص هذا مثلا صحفي بمرق من مدينة لمدينة، بتسأل عن الأديان مثلا أو عن الأحداث الوطن. يمكن مش صحفي مثلا عام أو دارس صحافة، بس يمكن إنه شخص مثلا يوتيوبرز وبينزل مثلا مشاكل العالم، مشاكل أوضاع الوطن. الشخص هذا في عنده بداية عمل جديدة. الشخص هذا شكله مشهور، يعني معروف، او هو في مفترق طريق مع شخص اخر. خلينا نشوف، نشوف الكروت اللي بس مو طاقتك انت، مش حابب هذا الشخص، مش حاسك حابه. لانه انت احساسك من ناحيته كسر قلبك او شيء. خلينا نشوف برج الدلو. let go of control assets. في سيطرة لازم تتركها، في شخص منكم مسيطر، احتمال انت طلعت من السيطرة او من سيطرتك على مشاعرك شيء. طيب انتو شكله العائق اللي بيناتكو، لا في حدا منكو مدمن، في ادمان كده بنتك، في ادمان عاطفي، او في حدا مش قادر يطلع من الماضي. هذا الكرت شو بسوون؟ طيب خلينا نشوف. في ادمان عاطفي، في سيطرة، في حدا مسيطر، اما انت او هو. بس انت شكلك طالع من السيطرة، يعني شكلك انت خلاص بدك تسيطر على الموضوع. طيب هون بحكولك التواصل،
لازم يصير تواصل بيناتكم، نتواصل بوضوح. وهم بيحكوا لك خلال الأشهر القادمة، في غضون الأشهر القليلة القادمة. احنا نشوف شو في من انت شايف الشخص هذا بنسبة الإدمان، كيف الإدمان من انت شايفه انه مدمن، هو مش محافظ على صحته، ومثلا عماله بتسيء حالته للأسوأ. نشوف سنفوت بعمق القراءة، يبين ما عملت شيء، نكشف كل شيء، نحلل، نتعمق في الشخص هذا ونعرف لك يا برج الدلو. الشخص هذا رافض يتشافى من شيء، الشخص هذا يا مدمن أو مريض وما بدوش يتشافى، موقف فترة شفائه. طب هون بيحكوا لك صعود التعلم وتجاوز العقبات والتوسع وفرح ومرحلة جديدة والإعداد للاتحاد. يعني انت بدك تتحد مع نفسك، انا طبعا مش انا بامنش فيه، بس انا بحكي لك انت بدك تطلع لمرحلة جديدة، وانت فعلا انت طالع من انك تسيطر على العلاقة، وانك انت تضل تلاقي حلول للشخص هذا، وانك انت تضل تسيطر على المواقف اللي بيسويها الشخص هذا، كانك حاولت تعالجه، حاولت تنصحه وترشده. الشخص هذا كان مثلا فيش عنده استيعاب لك، او ما كانش يستوعبك، او ما كانش يرد عليك، فانت مقرر تطلع من هاي العلاقة. انت طب هارت وايت اوكي، طبعا القلب مفتاح، رحب بالحب، لقاء شخص افتح قلبك، ستجتمعين مع بعض في اكتمال. اكتمال المفتاح، القلب والمفتاح، يعني في حدا يفتح قلبك يا برج الدلو. احتمال مش الشخص هذا، احتمال انت راح تطلع من هاي العلاقة، بس هون بيقول لك في غضون الأشهر القادمة القليلة. طيب عفوا يا جماعة، خلينا نشوف ايش الشخص هذا. ستار بس مقلوبة، الشخص هذا رافض يتشافى من شيء، رافض الشفاء تماما قطعيا. الشخص هذا ماله شيء وهو رافض الشفاء، وكأنه حالة الشخص هذا مثلا حدا بحاول يطلع من إدمان، احتمال عنده الإدمان كده، بنتك عنده، فاحتمال الشخص هذا مدمن على شيء وهو رافض إنه يطلع من الإدمان. احتمال الشخص هذا مدمن علاقات، مش شرط مدمن خمر أو مخدرات أو شيء، احتمال يكون مدمن علاقات وهو رافض رفضا قطعيا إنه يخرج من هذا الإدمان. طب خلينا نشوف شو مشاعره من ناحيتك. الشخص هذا بحبك جدا جدا، انت مسيطر عليه، انت مسيطر عليه لدرجة كبيرة. الشخص اللي شايفك انك طيب ومشاعره رايحة إليك. احتمال هذا الشخص، يمكن انا مش راح احكي اكيد، ولكن مقلوبة لا مخلص الشفاء. الشخص هذا، الشخص هذا عارف انه انت شفائه، على فكرة شعر انه انت اللي بس تشفي، وانت اللي بتسيطر عليه، او بتسيطر على مرضه، او بتسيطر على نفسيته، او لما يشوفك بروق. احتمال انه انت كنت تحاول تساعده وتدعمه، وكان مثلا يتغاضى ومثلا نصائحك، لكن كان لما يسمعها كان يعمل فيها بس من وراك مش امامك، من حبه إليك. الشخص ده يحبك جدا جدا، انت مسيطر على عقله وقلبه. طيب انت كيف عقله الباطني؟ هو شايفك انك انت تعبت معاه في العلاقة جدا، شايف انه انت بس الشخص اللي ممكن تتحمل هذا الشخص. احتمال هذا الشخص بفوت من علاقة لعلاقة، وانت دايما بتكشفه، وزي خلص نفذ صبرك من هذا الشخص. الشخص هذا شايف انك انت مستحيل ترضى بالصلح، مستحيل ترضى بالصلح، لانه له دفتر ماضي معاك هالقد،
الشخص هذا شايف ان انت توازنت وتشافيت من كل شيء عمله فيك، شايف انك انت خرجت من المرحلة الصعبة معي، وشايفك انك انت عنيد، عند شديد يعني، عنيد بتكابر على نفسك، لما تبعد عنه بتكابر لآخر لحظة. هو شايف انك انت تركت العلاقة وفليت رحت، شايفك انك انت استقريت مع نفسك وبديت بداية جديدة وتوازنت مع نفسك، وشايفك انك انت زي هربت هروب من هاي العلاقة، شردت، وشايف ان هاي العلاقة حلوة لكن بدها مجهود منهم مش منك انت يا برج الكلب. هو شايف انه في اختلافات بيناتكم، في العائق اللي شايفه في اختلافات بيناتكم هاي العلاقة. احتمال انك انت شخص مثلا عقيدة مثلا شوي يعني حشرية او ملتزمة، وهو من عقيدة كل شيء مباح عنده، يعني مثلا العلاقات عنده مباحة، مثلا شرب الخمر مباح، اي شيء عنده مباح. احتمال هذا الشخص مثلا ما بيأمنش في اي دين مثلا. الشخص شايف انه هو كمان بده تغيير، هو بده تغيير، وشايف في عائق بيناتكو مش مدينة لمدينة، احتمال مدن احتمال، لكن الشخص هذا شايف انه العائق الاكبر يمكن ادمانه، يمكن ادمانه. وكمان شايف هذا الشخص انه العطاء بينكو في هاي العلاقة، يعني انت معطاء اكتر منه، هو زي الطفل الصغير انت دايما بتعطيه، هو زي الطفل بين ايديك، وشايف انه انت في مستوى اعلى منه، اعلى بكتير اعلى منه، او انت من عالم اخر، هو من عالم اخر، من عالم اخر. هو شايفك انك انت شخص صبور، صبور جدا جدا، وشايف انه انت شخص متوازن وشخص معطاء لكنك مسيطر، بتحب السيطرة. مش شايف انا شخص انك صامت، بس شايف انك انت صبور، وانت قبل ما مثلا تقدم على الشيء لازم تبحث عنه جيدا وعن كل تفاصيله. شايفك انك انت بتحب تساعد الاخرين، تساعده هو يطلع من مثلا من ازمته، من ادمانه، من مثلا العلاقات اللي هو فيها. شايفك انك طيب، لكن طيبك له حدود، يعني اذا تعديت هو انت بترجع لورا، خطوة لورا. شايفك انك انت بتشفق على الناس اللي هم زيه، مثلا هم مدمن وانت عندك صار عقدة منه، مثلا تشفق على الناس المدمنين، عندك شفقة من ناحية الشيء. وشايفك انك انت برضه كريم، كريم في العطاء، بس شايفك طيب جدا ومتوازن، وانت صاحب العقل والقلب معا، وشخص على فكرة انت متضحكش عليه بسهولة. يعني الشخص هذا مثلا انت مثلا بتقوله انت مثلا رحت لمركز تتعالج، ويقولك اه صح، ورحت وانا بلشت علاج شيء، انت مصدقش، مش بسهولة انك تصدق، لا انت بتشك، عندك شكوك مصداقية هذا الشخص ومصداقية كل اللي حواليك على فكرة. يعني وشايفك انك انت شخص ممكن انت اكبر منه سنا، واضح ان دي يعني الاعمار مش كتير، لكن يمكن انت ناضج، احتمال تكون اكبر من الناس، احتمال. احتمال هذا الشخص انه بده يروح يتعالج في بلدة اخرى، في بلدة اخرى، احتمال بده يعتنق مدينة اخرى، يخرج من اللي هو فيه عن طريق سفر، عن طريق مثلا يروح مركز عالمي في دولة غير دولته، مثلا شخص بدوش حد يعرف انه هو مدمن، فبده يروح ويرجع ولا معاه اي شيء، يعني انه هو مش مدمن ويرجع طبيعي. انت كيف شايفه؟
او انت كيف شايف العلاقة عامة من كل شيء؟ انت شايف انه الشخص هذا كسر لك قلبك، وان الشخص هذا حملك شيء فوق طاقتك، وانت شايف ان هاي العلاقة مفيش فيها استقرار، وانها علاقة يعني انت بتموت في البطيء فيها، وان هي موجعة قلبك ومهلكتك، وانت شايف فيها فرصة، لكن هاي الفرصة بدها شغل يعني جامد، شغل جامد. وشايفك الشخص ده بتحاول تسيطر عليه او تسيطر على الشيء اللي عنده. في الشخص ده ماله اشي، اما مريض مدمن، الشخص ده ماله اشي، الشخص ده ماله اشي. خليني اشوف بس برج الكلب، يكون ثواني بس. صار عندي فضول أعرف الشخص اللي ماله يعني. أنت لأنك شايفها علاقة صعبة صعبة وكسرت قلبك، وأنت مليت منها من كتر الكسرات اللي فيها، أو من كتر ما هي كأنك وقعت في مأزق مع هذا الشخص. نشوف الشخص هذا شو ماله. مقلوبة، 3 of wands مقلوبة، مثلا الشخص هذا مريض، الشخص هذا في شيء هو حاول يداريه بس ما ظبطش معاه، ما ظبطش معاه. الشخص هذا كعلاقات مدمن علاقات، خاين الشخص هذا أو مدمن علاقات. خلني أقلبها أصححها. الشخص هذا مخادع، مخادع. الشخص هذا بفوت من علاقة لعلاقة و خداع، وأنت عارف، أنت عارف، عشان هيك أنت نزل من نظرك، نزل من عينك، نزل من عينك. أنت في الماضي كنت شايفه هيك، انت صرت شايفة علاقات وخائن، وانت بدك شيء يعني. انت حاولت تعالج امور الخيانة وامور الطرف الثالث، بس هو فشل في انه يداري هاي الامور. الشخص هذا الفايف اوف سورد، غدار الشخص هذا، والشخص هذا بفوت علاقة، باخذ الشخص الاخر اللي بفوت معاه لفة حوالين حاله، و بيرفع منه، وانت شخص اكتر شخص جذبني، وانت وانت، وفجأة بتعرف في الضهر، وبحاول يداري لكنه بنكشف، بحاول يداري عنك علاقات الشخص ده، لان انت شايفها علاقة صعبة، وانت كسر قلبك وفات طرف اخر فيه معاك، وانت دايما تكتشف خياناته مثلا تغطي عليه، وانت دايما صبور، وانت دايما انت شايفة علاقة مميتة، انت شايفة انه علاقة هي تنفع تستقر فيها الا لما الشخص هذا يطلع من الادمان، سواء ادمان علاقات او ادمان مخدرات او ادمان اي كان الادمان، او الشخص ده نصاب يفوت علاقات عشان ياخد مثلا فلوس من الاخرين ابتزاز مثلا، مثلا طبعا، او مثلا الشخص هذا بيعمل علاقات مثلا عمل وبضرب ضربته وبهرب، ومثلا عمل فيك كذا كذا فصل. طب شو نوعية هذا الشخص؟ هل راح يرجع ولا لا؟ الشخص هذا ناوي يضل في اللي هو فيه، اللي هي الهند مان. والشخص هذا بده يقطع العلاقة هاي الفترة، وبده يصبر لحتى يشوف هو شو بده يصير معاه، هل بيقدر يتعالج من اللي هو فيه او لا. الشخص ده اصلا هو مش عارف مصير العلاقة، او هو مش عارف ايش بده يعمل. تمام، في عنده شكوك هو بده يقطعها، او في شيء بده يقعد فترة طويلة يفكر فيها تجاه هاي العلاقة، مع انه رغم هو حبه لك يعني حب صادق،
صادق جدا، شايفك شخص متوازن، بس شايفك شخص عقلاني. انت بتلقطها وهي طايرة، لماحة، شخص لماح جدا، رغم طيبك لكنك انت صعب انه يتعدى على حقك او يتعدى عليك، مع انه انت شايف انه تعدى والزيادة، لكن هو لا، شايف انه انت الشخص الوحيد اللي ما قدرش يسيطر عليك، انت اللي مسيطر عليه وعلى الموقف اللي انتوا فيه. فمش عارفة شو احكي لكم. الشخص ده نوايا انه يقطع، يخلي العلاقة معلقة في الهواء، ويضل في اللي هو فيه. بس هما بيحكولك انه في شخص داخل حياتك برج الدلو غير الشخص ده، ما اعتقدش الشخص ده، انه مفيش رجوع من مرة. عموما هم بيحكولك انه في المفتاح والقلب، في شيء غير هذا الشخص. رحب بالحب، لقاء شخص، افتح قلبك، ستجتمعان معا في اكتمال لك مع شخص اخر. وهون بيحكوا لك في صعود وتتعلم وتتجاوز العقبات وتتوسع في مرحلة جديدة، وانت راح تتحد مع نفسك، انت راح تعرف كنت نفسك انت. لا، العلاقة اتعبتك جدا جدا جدا. خليني اشوف لك مين جاي في طريقك لبرج الدلو. شخص احتمال تكون انتوا كنتوا في علاقة وانقطعت هاي العلاقة، بده يرجع لك الشخص ده من الماضي، واحتمال يكون برج العقرب، شخص من برج العقرب. سترينج، شخص قوي الشخصية وملفت للنظر، والشخص ده إما يكون طالع من علاقة، يكون مرتبط وطلع من علاقة وماتت هاي العلاقة، إما الشخص ده أنت كنت معاه في علاقة وغاب فترة طويلة الشخص هذا، والشخص ده في طريقه إليك. وهون برج الأسد. خليني أحكي لكم الأبراج. برج الجوزاء، برج الدلو، والميزان، الأسد، العقرب، الميزان، العذراء، العقرب، العقرب. أخذوا هون كل الأبراج برضه وكل الطاقات. الأسد حكينا، الحمل الحمل أنت، ثور فقط. هذا الشخص هذا بحب العلاقات على فكرة، مدمن الشخص. فهذا بقدر أفيدكم فيه، في شخص قادم في طريقك يا برج الدلو، وغير الشخص هذا، غير الشخص هذا. خلينا نشوف ال استنى في الكراش، وش وضع الكراش لبرج الدلو. مشاعر الكراش من ناحيتك يا برج الدلو، مفكر فيك الشخصية جدا جدا، وبدور عليك، بدور عليك أو بدور وراك. الشخص هذا بده يحاول يعرف شخصيتك بالضبط، شكله ذكي هذا الشخص، بده يعرف شخصيتك أول إشي، بعدين يدخل معك في العلاقة عشان يعرف أنت شو الشيء اللي بتحبه اللي بتكرهه، كيف يقدر يأثر عليك. الشخص هذا بدور على شيء حواليك يعني. طب هل المشاعر أصدقك مثل مشاعرك؟ أصدق الشخص هذا بحبك، بشايفك جميل ومغري، بشايفك الأمبرس، بشايفك استقرار بالنسبة له، عشان هيك الشخص هذا بدور على مطرح يدخل لك منه. طيب شنو هي من ناحيتك؟ استقرار، زواج. الشخص هذا شايفك المشاعر وصدق نواياه الامبريس،
بس هو شايفك انك انت تصلح للزواج، وهي استقرار معك الشخص ده، بده يستقر. الشخص ده احتمال يكون اكبر منك سنا كمان بكتير، او يعني فرق، المهم فرق. طب هل راح يعترف لك هذا الشيء؟ احتمال يكون متجه اليك على فكره، الشخص طالع من اشي، احتمال يكون طالع من علاقة سابقة ماضية، وهو بحاول يخرج منها او يشوف هل انت بتشبه الشخص اللي كان معي او لا. الشخص حاليا هذا بده يستقر اول اشي، احتمال خارج من عمل، من اسرة، كان متقيد بشيء هذا الشخص، هو طالع منه. فالشخص ده الاشي ده يستقر ويراقبك لفترة، بعدين يعرض عليك. بقول لك نو الكراش، هنشوف نو ليش مديتيشن. طيب صلي، بقولوا لك نو، في شيء، في نو، شيء نو. والصلاة هي بتجيب ال الصلاة هي بتجيب لك الإجابة. مثلا أنت بتدعي بشيء في كنسليشن، في رجوع لك من شخص من الماضي. يا برج الدلو الكراش، في شخص من الماضي، احتمال الشخص هذا كنت في علاقة بس كانت قصيرة جدا وطلعت منها، أو اعترفت لبعض شوي وكل واحد راح لحاله. بس هم بيقولوا لك في شخص راجع من الماضي. The goal be the one. برج الدال عندك زي خيارات عديدة، يعني حاسسها زي القراءة، زي مشبوكة في مع الأبل المنفصلين أو اللي كانت القصة الأبل. فاحتمال اللي من الماضي مش الشخص هذا، هو يكون شريكك، لأنه هون في اتحاد. احتمال إنه اللي جاي من الماضي هو الشريك الحقيقي، واحتمال يكون هذا الكراش. احتمال انت شكك انه خداع وكذاب، فبقول لك لا مش خداع ولا كذاب، بس الشخص هذا بيطلع من اشي بده يستقر. طب هل راح يعترف لك كمان؟ راح نشوف هل راح يعترف لك. لا حاليا لا، بس في عندكم شخص غير. طب مين الشخص جايكم من الماضي؟ شخص يمكن يكون من برج الحوت، يكون غامض هذا الشخص وتباعد لفترة طويلة، زمن زمن يعني زمن، وراح تتفاجئ لما تشوفوها. فكرة الشخص ده راح يكون مفاجأة لك يا برج الدلو. طب خليني أشوف كيف صحتكم يا برج الدلو. نعم منيحة، هيك بتشتغلوا وصحتكم كتير منيحة. انتوا حاليا بتتشافوا من شيء، من شيء أثر على صحتكم فترة طويلة، فترة طويلة. احتمال عندكم وجع في الظهر أو وجع في الرأس من الخلف، وأنتوا بتدوروا له على حلول. احتمال أنتوا بتدوروا على حلول مش طبية، احتمال الطب في الأعشاب مثلا، أو حجامة، بتعملوا حجامة أو شغلات زي هاي عشان تطلع من وجع. احتمال عندكم أرق، عدم نوم، شوية قلقانين، بس رح تطلع من التعب. انتوا بتحاولوا تعملوا شيء بديل، طب بديل. طب خليني اشوف كيف انت في العمل يا برج الدلو. انت مؤخرا طالع من عمل بسبب اشخاص تعمدوا انهم يفصلوك من العمل، او انت انصدمت في شخص كان قريب منك وانصدمت انه مثلا اعطاك، هو رفضك، انت طالع من عمل، منفصل من عملك.
بما انت كنت في عمل برا بلادك وانفصلت منها وانت راجع. نشوف انت عامل نفسك مش مهتم، ولكنك انت حزين على هذا العمل. على فكرة انت حزين، انت محتار بين اشخاص، مين اللي دبر لك المكيدة، مين اللي عمل فيك هذا الفصل. انت محتار مين عمل فيك هذا الفصل. في شخص احتمال مؤخرا هو استلم مكانك، هو بلش في مكانك، هو ابتدى بدالك، فاحتمال يكون هو. طب هل راح تكتشف؟ انت راح تدلز علينا فترة طويلة و راح تكتشف، بس مش راح تحكي، مش راح تحكي. راح تكتشف مين فصلك عن العمل او ليش طلعت من العمل. احتمال انتوا في منكم اشخاص هم اطباء اصلا وبيعالجوا اشخاص مثلا عندهم انهيار عصبي اعصاب او في الدماغ في العقل، وانتوا بتعالجوا الاشخاص بتكون تعبانين نفسيا مثلا. بس اللي اشخاص اللي انغدروا في العمل راح يعرفوا مين، راح يعرفوا قريبا كمان مش بعيد. طيب عندنا هون برج الاسد للعمل، وهون كل الابراج موجوده. الشخص الماضي اللي جاي يحتمل يكون برج الحوت او العقرب، اما الشخص الكراش فهو يحتمل يكون برج العذراء، برج الاسد، وبرج الحمل. فشكرا لكم يا برج.